كانتين. كتب كانتين. أنا الحلم، أنا الأمل، لك أنا المستقبل، كل شيء بدكن إياه عندي أنا. كل ده حب يا عماد؟ وأكتر من كده بكتير. وأنت إزاي هتتجوز هندية؟ هو الحج والحجة هيوافقوا على كده؟ ما في مشكلة، لأنه نحن أصلنا من الهند لهنيك. أنا جدي كان عنده مزرعة فيلة نص الهند، بس بعد ما وقف شغل الفيلة وهدول يعني ويش لو صار، قال لك سافر. سافر من لقينا حالنا بسوريا، وصرنا هنيك. اي عزمان اسماعيل الخديوي، عبد الحافظ، عبد الحليم. خديوي اسماعيل ايه يا عم؟ ده بتاعنا احنا. عماد يا جاهل عم بيحاول بيقلب الحقيقة التاريخية، لانه المثقف العضوي يقف في وجه القناعات الثابتة. لا طالما دخلته بالكلام الكبير ده يبقى انا رايح انام. تصبحوا على خير. لازم بتروح تنام، لأنه أمثالك ما بيقدروا يفهموا نظرية السيد عماد في قلب الحقيقة التاريخية. الله، هذا الإنسان يفكر حتى وهو نايم. كل هذا الشيء صار يا أبو جانتي وأنا نايم. الله وكيلك. لك وشو؟ كل ما تتصل وحدي بقول لك يا معلم فلاني عم تتصل، تفتح عينك هيك وتقول لي خليها تجي. خليها تجي. لك ما عاد في اذن تحط رجلك، وانت شو نايم. اخ يا ابو جانتي انا تعبت من هالوضع، عم فكر استقيل. قرار نهائي؟ نهائي. ظاهر رح اخذ هالمرة والولاد سافر سفرة بعيدة لارتاح. والله يا معلم يعني بتكون عملت زينة الحال.